طلعت زكريا يكشف طبيعة مرض هنا الزاهد وسط صدمة أحمد فهمي وأسرتها. طمعا الفنان طلعت زكريا الجمهور على الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى. وقال الفنان طلعت زكريا في تصريحات له: الحمد لله هنا بقيت كويسة وخرجت من المستشفى واطمأن عليها. وأوضح أنها عانت من مغص شديد بالمعدة وارتفاع شديد في درجة حرارتها ودخلت في مرحلة شديدة من القي، وكشف أن الأطباء أكدوا أنها أصيبت بفيروس خطير والحمد لله خضعت للعلاج وخرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها والاطمئنان على حالتها الصحية بالكامل. وأعلن الفنان أحمد فهمي تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية شديدة خلال قضائهما شهر العسل، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد من المستشفى. تخضع الفنانة هنا الزاهد للعلاج بإحدى المستشفيات خارج مصر إثر تعرضها لوعكة صحية أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها أحمد فهمي في سنغافورة. وقالت الفنانة نيهال عنبر عضوة مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة: هنا الزاهد تتواجد داخل المستشفى وتحت رعاية طبية للإطمئنان عليها. وأوضحت هنا الزاهد: للأسف ممنوعة تماما من الطعام والشراب لإصابتها بفيروس في المعدة وتعيش على المحاليل الطبية فقط. وأكدت نهال إنها على تواصل مستمر مع والدتها وكذلك الفنان أحمد فهمي من أجل الإطمئنان عليها، واستكملت: أتواصل أيضا مع صديق في سنغافورة للإطمئنان عليها هناك. من ناحية أخرى قالت الفنانة إيمي طلعت زكريا في تصريحات خاصة إنها تتواصل مع الفنان أحمد فهمي للإطمئنان على هنا، واستكملت: كل ما أطلبه من الجمهور ادعوا لهنا. وأعلن الفنان أحمد فهمي تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية خلال قضائهما شهر العسل، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد من المستشفى.